تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان في قضية أحداث عين شمس، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية مياد أشرف واثنين آخرين. كانت النيابة أسندت للمتهمين جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والانضمام إليها وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام.